اكتبوا هذا دليل على ان المواضيع التي نحاول ان نتطرق اليها هي مواضيع فعلا تستثير في اهتمام يعني الراي العام وبالراي كذلك جل يعني شرائح المجتمع الامريكي. وكذلك نشكر السيدة والسادة المحاضرين الذي قبلوا ومشكورين الدعوة وجاو يشاركونا في هذه الكونسية بأفكارهم وآرائهم. أعتقد أن قضية يعني ما يمكن أن يقال على الإشكالية ديال صندوق المقاصة وديال الدعم فما يمكنليش نقول أكثر ولا أحسن مما قاله الأخ مستاس. بغيت نذكر بأن فعلا هذا الصندوق يعني رغم التطورات التي عرفه فهو صندوق له أكثر من 70 سنة بحيث أنه أنشئ لأول مرة ربما في 1941. إنما عرف تطورات لأن ربما من دي ماتير تابيليزي بمعنى ان في نظري انا ما بحثتش ولكن ربما ممكن نقلبوا عليها. في نظري ان ذاك الوقت المشكل اللي كان مطروح 41 الحرب العالميه يعني الناس اللي في المغرب وهو ان يعني الاثمان الاسعار التي كانت يعني ترتفع بقوه وتنخفض وكان ضروري ان يوقع حد النظريه اللي كانت كتستهلك اكثر المواد يعني المستورده وكانت واحد يعني الشريحه ديال لي زوتوكتون لي زانديجين اللي يعني ما كنشوفهم ديك الساعات لا 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 بورجوازي لا بوتيك بورجوازي ديال ذاك الوقت ما كانش يعني افتراعي. اذا الفكره ديال واش كيستافدوا الناس ما كيستحقوش او لا كذا ما كانتش مطروحه فاتت وقاد الامور غادي. بالطبع اليوم هذا طبيعي ان عندما يكون دعم لبعض المواد فمن يستفيد من هذا الدعم هو من يستهلك اكثر هو من له القدره الشرائيه باش يستهلك اكثر وهنا تنطيح افكتيفون لان الحمد لله يعني لا ستركتور ديال المجتمع المدني تغيرت وتنوجدوا اون كلاس ريلاتيفمون ايزي اون كلاس موين سوبيريور حتى هي تبدلت يعني العوائد ديالها. هنا بدا ديجا تيطرح في الاصلاح المشكل ديال العداله ديال ليكيتي ديال هذا الدعم. واش فعلا تعطوا الارقام واش كيمشي لمن يستحق او ما كيمشي شيء او كذا. وبطبيعه الحال الاشكاليه صعبه لان لما كيكون دعم لبعض المواد ما يمكنش تحط الماده في السوق وتقول نفس الماده هذا غيشريها ب 100 وهذا غيشريها ب 200 لان هذا عنده هذا ما عنده راه هذه صعيبه. إذا بدا التفكير لأن التفكير ماشي أن التفكير هكذاك يعني غير في السماء لأن المشكل الثاني اللي مطروح خارج من العدالة من الكتاب وهو أن الكتلة ديال المخصصة لهذا الدعم صارت وتعطى الأرقام وتعطى الميتيفيكاتور وصلت لواحد القدرة اللي تيصعب التحمل ديالها. مع ذلك لابد كذلك لانه الى طرحنا المشكل غير هكذا غادي يقدر يبان بان راه ساهل راه خصنا نديروا العداله وخصنا الدوله نحيدوا عليها هذا الشيء وشكون هذا اللي كيستهلك هي ولكن ما نساو شيء ان هذه الكتله اللي مخصصه الماليه اللي مخصصه لهذا الصندوق راه كتأدي واحد الوظيفه اجتماعيه كذلك راه يعني تنخلصوا بها الثمن ديال واحد النوع ديال الاستقرار. الو ملي تناخذوا هذه الايكواسيون هاد الطوب لي دوني هنا تيصعب الحال هنا اللي تيخص يعني التفكير وهذا يمشي بعيد. طبعا التفكير المبدئي التلقائي اللي نقولوا يعني هو هذا وهو كيفاش يمكن نديرو باش نخصوا هذا الدعم اللي كيتعطى نعطيو لهذوك الناس اللي كيستحقوا وبدات يعني التفكير في لو سيبلاج نعطيهم مباشرة يعني الدعم للعائلات المعوزة ونحددوا هكذا. لكن الصعوبات كتوجد في كيف تحليل هذا الشيء هذا تنعرفوا بان او كتعرفوا هذا الشيء كلكم ان يعني لي ستاتيستيك ديالنا والمقاييس ديال الاخبار وديال التحليل
العصابة أن غير كلمة بسيطة شفناها في الرامل وتلقاو يعني أن نص المنطقة كاين يعني هذا مهم ومهم جدا. ثم لما تنهضروا على الطبقات المعوزة راه يعني تنسى ما تنساوش بأن الطبقة الوسطى من المعوز إلى وسط وسط راه تعطي الرقم 51% لهذا، راه معنى أن على الأقل النص ديال هذو راه يمكن تمشي يعني تعاود تجعلهم أنهم يكونوا مضرورين بهذا النت. إذا هذه الإشكالية الأولى اللي خصنا نفكروا فيها. الإشكالية الثانية وهو أن بعض المواد مهما يعني تقبل كاع هذا الشيء هذا اللي هو صحيح، بعض المواد لها واحد الحساسية بسيكولوجية أكثر ما هي طبيعية. الخبز نعرفوه، الخبز زعما مبدئيا إلا فكرنا اليوم إلا زدتي جوج دريال أو ثلاثة أو أربعة في الخبزة شنو هو التأثير ديالها؟ ولكن التأثير ديالها راه قوي وتجارب كاينة. في الوقت اللي ما ضيش راه يمكن لها تطلع من 4 درهم 10 درهم إذا كاين مواد اللي زعما صعيب أن الإنسان ينسى ولو أن يكون التأثير ديالها بسيط. المسألة الأخيرة لأن ما غنتكلمش أنا غير تنقول شنو هو اللي تيخصنا نحاربو وخصنا نوصلو لهذا الشيء هذا أن الدعم يتعطى مزيان أن كذا، ولكن نحتاطو يعني كل الحلول تيخصنا نشوفو شنو هي العواقب ديالها وما خصنا شيء يعني الربح ديال الميزانية نخلصوه بواحد الثمن اجتماعي اللي هو قوي كذلك اللي ما نتحملوش شيء. المسألة الأخيرة اللي بغيت نشير لها وهو أن عندما نتحدث عن الدعم وعن الحساسية بغيت نعطي مثال بسيط. راه الدعم حتى لما ماشي غير الثمن اللي غالي، لأن الأسباب وهو الأثمنة ديال برا راه غالية وفعلا غالية بزاف والدولة كتحمل خصوصا في المواد الطاقية وإلى ذلك، ولكن ما ننساوش أن مثلا في الحبوب حتى عندما تنخفض الحبوب راه مثلا الحشيش مقاصة لا تنديرو واحد النسبة ديال الحماية ديال المنتوج الداخلي اللي كيجعلنا نخلصو دائما فعلا هذا الشريك. هذا تيوري الحساسية ديال هذه الإشكالية وتيوري بأن راه يعني هذاك التفكير في الامور السهله انا غادي نعطيه هنا وكذا مزيان، ولكن خصنا نفكروا فيه بجديه ونشوفوا شنو هو اللي ممكن يخرج. وهذا ماشي ضروري، هذا ربما الساده المحاضرين اللي عندهم المام اكثر بهذا الموضوع انهم ينورونا في هذا الباب هذا. اذا الاشكاليه تاعهم موقف هنا إشكالية بسيطة. اليوم الدولة وصلت لواحد الحد اللي لا يمكن أن تتحمل، خصنا نعرفوا شنو هو الحد اللي يمكن تحمله الدولة اللي هو غالبا أقل بكثير مما هو عليه الآن. وخصنا نشوفوا كيفاش نوصلوا لهذا الشيء بدون المساس بالطبقة الوسطى وبدون أداء واحد الثمن الاجتماعي اللي غيكون أغلى من الثمن المادي والربح المادي. فشكرا للجميع على الحضور واتمنى للجميع ان يتمتع في هذه الامسيه. الكومبونساسيون الى سوتينابيليتي دي فيمونسمون.